تعالى اقول لك تروح فين ب 20 جنيه. في الزمالك مكان جامد جدا جدا وعنيف. يلا بينا. ب 20 جنيه ممكن تروح ساقية الصاوي اللي في اول الزمالك. وهنا بقى كنت بتكلم ان ازاي الساقية حلوه جدا جدا ومفيش زيها والكلام ده، بس السوق كان بايظ خالص خالص. وعلى فكره الساقية فيها اماكن حلوه جدا جدا للتصوير، احسنهم هي قاعه النهر. قاعه النهر بقى اللي على النيل اللي ممكن تستمتع بالمراكب وهي ماشيه، بتستمتع بالنيل وهو جنبك وريحه الميه والكلام ده. وهنا كنت لسه مصر ان انا لسه مقدم برنامج وعمال اتكلم واقول قد ايه الساقية جميله والكلام ده، بس برضه السوق كان بايظ. شكرا جدا يا مايك. انا كشخص مش عايزه حاجه ترخص، انا راضي. في قاعه النهر بقى ايه ده، باين لي طلعت في التلفزيون. ينفع كده يا جدعان ببائس كده والناس تيجي تصورني؟ وربنا عيب. ودي صوره عاديه خالص، قاعد انا واصحابي، خدوا اللاب بتاعي وخدوا الدراع بتاعتي وبيلعبوا وانا قاعد هنا بائس. ايوه انا اللي لابس الكمامه ده، ازيك عامل ايه؟ المهم بتدخل قاعه النهر وبتقعد من غير ما حد يقول لك اي حاجه خالص، ومحدش بيجي يقول لك لازم تطلب حاجه او اي حاجه. انت بتدخل باللاب بتاعك، وايوه باللاب بتاعك زي ما انتم شفتوا كده، ممكن تلعب كام باللاب وتمنتج وتذاكر والكلام ده، لان المكان هناك جامد جدا جدا. والدخول في اليوم الواحد ب 20 جنيه فقط، ولكن لو انت عايز توفر اكتر واكتر يبقى اعمل لك الكارنيه السنوي. لو تخيل يعني السنه كلها ب 100 جنيه او ب 150 جنيه تجيب لابك او تليفونك، لان سرعه النت هناك في الابلود حلوه جدا جدا، وفي الداونلود برضه يعني انا هيمشي، يعني مكان فيه نت وجامد جدا جدا. هناك كمان مكان مناسب للمذاكره جدا جدا، لان هناك ممنوع الصوت العالي، ممنوع التدخين، ممنوع التصوير. تسكوبونوس الممنوع التصوير وده مكان جامد جدا ممكن فعلا تقعده ب 20 جنيه. اكتب لنا تحت في الكومنتات رايك، واكتب لنا لو انت عندك مكان جامد جدا جدا زي ده ب 20 جنيه برضه كالعاده. دوس يا كوتش، سلام عليكم.